وتحصل على النتائج جيدة لا في الملعب ديالو ولا خارج الملعب ديالو، لا بالطريقة اللي تلعب بها لا بالضغط اللي تيمارس على الخصوم. وبالتالي حنا اليوم كان عندنا التصور ديالنا ديال المباراة هو أننا خصنا ندافع بشكل جيد، هذا هو التصور اللي بنينا عليه المباراة ديالنا، هو خصنا نكونوا من الناحية الدفاعية صلبين، ما ارتكبوش أخطاء، لأن تنعرفوا بأن الخصم إلى تحت ليه مساحة تحت ليه فرصة فهو يسجل تنظر، لأن الشوط الأول ضغطوا علينا بالحال حنا خليناهم يضغطوا علينا باش نلقاو فراغات، استغلينا كرة مرتدة سجلنا منها، كان ممكن نسجلوا من كرات أخرى، ولكن في نفس الوقت ملي ترجع للور تخلي الفريق بحال المهاجمين ديال الاتحاد الزمالك تخلي من فرصه، لان عندنا خطا، عندنا كره اللي ممكن تقيس واحد المدافعين الحادث تكون كره، بان الكره الاولى اللي كانت خطيره كانت بحرف قذفه الاولى، ثم من بعد جات زكريا فرصه ديال تسجيل الهدف، بان تنظر بان التوقيت ديال تسجيل الهدف خلانا شويه أثر، ولكن بداية الشوط قمنا بتغييرات الحمد لله كنا أفضل في بداية الشوط الثاني، خلقنا فرص، جاء الهدف اللي سجلناه تنظن بأنه من الناحية البدنية كنا أفضل في الشوط الثاني، خاصة مع دخول أمير المسن، بطبيعة الحال بعد الضرب ديال مهدي الباسل اللي أثر علينا بشكل واضح طريقة اتحاد الزمامرة ربما خانتو اللمسه الاخيره لانه جاو فرص الكره الثالثه، كان ممكن المباراه الثانيه بتعادل، حنا انتصرنا هانئا لنا لان كنا تنبغيو نحققوا السلسله ديال النتائج اللي ما كانتش تحقق الطموحات ديالنا، ولكن الان لعبنا مباريات خدينا ايقاع افضل، نتمنى ان شاء الله ان نكون افضل في المباريات المقبله، وحد سعيد شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.